رئيس مجلس القيادة يطلع على الأوضاع بمحافظة مأرب. اللواء الزبيدي لحج معقل الثورة والمقاومة وتتظل روح الجنوب وعمقه الاستراتيجي. أمين عام محل حضرموت يناقش أوضاع الإدارة العامة لشرطة السير والمرور بساحل حضرموت ويوجه بضرورة البدء بتأهيل الخط الدولي بالمدخل الشرقي للمحافظة. عيادة الهلال الأحمر الإمارات المتنقلة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في حضرموت. الأمم المتحدة تعلن توصل الأطراف اليمنية إلى مجموعة تدابير لتحسين الظروف المعيشية واستئناف العملية السياسية.